المقابلة. مرة المقابلة الآن. واش الجرات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كيف ما كتعرفوا طروا بوانقيه على ظهر حساليه اكادير. كيف ما كتعرفوا اليوم جبنا ثلاثه النقاط، حيدنا العكس، عكس حيدناه والعكس وحيدنا الماتشنا هو اي كلمه تقال على شي حاجه عندها علاقه بالعكس اليوم تحيدت. كيف ما كتعرفوا بدلنا التركيبه البشريه وكيما جابش الله ثلاثه النقاط، ولينا باغي ثلاثه النقاط غير علاش؟ غير باش اللعابه يتيقوا وباش نرجعوا للتجانس. اليوم تبارك الله شفنا فرقه، اليوم شفنا الراجا، اليوم كندويو شفنا الراجا، شفنا واحد شويه من الراجا، شفنا هاد اللعابه بعدا كاين تحركوا واحد شويه، فهمتيني ولا لا؟ ماشي بحال قبل كان كيضحك علينا داك بوشيخوخه، وجبنا المدرب والمدرب قبل كنا نشوفوا بزاف اللعابه واحد التجانس. اليوم طروا بوان شي حاجه ما يمكنش، صحه الفاس اخيره. بعدا كاين قبل ما نبداو نشكروا داك الاربيط، بعدا كاين اللي دار المقابله زوينه، ورقه حمراء استحقها لاعب الحسن اكادير، وزيد عليه شنو هو؟ زيد عليه اخويا ضربه جزاء اللي لا غبار عنها، بنت شيك اللي تضرب نسى البالو، غنديروا لها تحليل اليوم وغادي نشوفوه. تضرب حدا الكاري، تضرب وسط الكاري، السلام عليكم. ملي كتضرب حدا الكاري يعني في الخط ديال الكاري ضربة جزاء معروفة، ورجل ورا داخلة غنديرو لها تحليل. وبغيت نشكر ستار اليوم هاد المقابلة اللي تفرجوا، كيف عرفوا تفرجوا في كورة؟ اهولو غنصفق عليه، لاعب اللي بزاف في نيفو طالع بزاف. اهولو ما يمكنش السيد كاسو بمعنى الكلمة، السيد اللي تقول ديال المليون، ما يمكنش هذاك السيد. انا عجبني شخصيا، ومنساوش دوزيام ميطاق اللي كان فيها بنتيك اللي كان مظلوم ودوينا عليه، كنا نقولو خلونا نشوفوه. يا سلام، اليوم عرفنا باللي مذكور ناهير فاش كيمشي لارير دروا احسن من مذكور، وعرفنا بنتيك لارير كوش زوين على الناهيري، اذا الناهيري لارير دروا ومذكور لارير كوش. وبالمعلم والهدهودي اللي داروا مقابله زوينه، هولو تبارك الله عليه السيس الصبار اللي دار مقابله زوينه تا هويا. واليوم عرفنا باللي زريده يقدر ينفعنا صانع العاب، ولا غادي يعاين زريده ويقولك ما كيعرفش لا يفهم ناقص كوره، راه انت ما كتفهمش كوره، غنحلو انا وياك زريده كاع لي باس ديالو والتحركات ديالو. لاعب خطير جدا اليوم، عطى التجانس احسن من بن الغيت، فهمتيني ولا لا؟ كيف ما كتشوفوا حدراف غير قابل للعب فريق الرجاء البيضاوي، بوزوق اللي كان محرك في بروميير ميطا، وشفنا ان الناف ديالنا تسعود ماي ما خصوش يبقى يلعب رسمي، خصو بزاف ديال الخدمه، تمناو خابه ولبن جديده. هادشي اللي كان اليوم على المقابله، وغادي نمشيو بشويه بشويه ونشوفوا هاد اللقطه هادي اللي غادي بها حدراف. رجع ليا خويا انا زريده اللي غيعطي كرون باس للحدراف. حدراف شو هنايا تخربيق، يعني ما فهمتش انا حدراف اش باغي دير هنايا، ما فهمتش. لاحظ ليا هنايا اهولو، شو اهولو هنا بدا كاين فوالا، اهولو هنا في هاد اللقطه ما كانش مزيان، اشوفوا لقطات اخرين دار اهولو فوالا. شو الميليو تيران، شو هنايا السيمت كور فين واقف، شو اللعب فين بينا، شو 3 متر، فهمتيني ولا ما تكور يعطينا اتساع، شو هنا غيدريبلي وغيهز عليه كره. لاعب انا نزق معايا رود ما تكور هذا اللي حشومه عليه بزاف. السلام عليكم، غندوزو للعاب اخر. هنايا كره عند الهدهودي غيعطيها كره بالمقدم، غيعطيها الهدهودي نشوفو هنا اش غادي يدير، غيعطيها المذكور. شو مذكور اش كيدير؟ واش هذا اللاعب كيلعب فريق الرجاء البيضاوي؟ مذكور. شو هنايا خذ الباس شدير كونترول. كندوي على مذكور اليوم لا علاقه بكره القدم، ما فهمتش انا السيد هذا، هنايا خطا بين الهدهودي والحكم ما غيعطيش لينا، ما فهمتش. ندوزو للقطه اخرى، هنا كره عند زريده غيعطيها للسبار اللي دار مقابله زوينه، السبار هنا اللي غيدخل باس زوين. يا سلام، شونج دو بال البوزو هنا اللي كيتوغل، كي هنا كيفانتي كيتوغل، كيدير هنايا مراوغه رائعه. بوزو اللي صراحه كان متحرك في الجهه اليمنى، هنا غنعطيو السي الكلب ديالنا يعني. واش هذا لعاب كرة القدم يلعب في الراجا؟
شوف 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 لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله الكرة أهولو أهولو عاد صبار صبار اللي رائع جدا هنايا الحدراف حدراف اللي باغي يلعب شي حوايج اللي ما كاينينش هو كان ما كاينش في المقابلة حنا غندوزو لقطات أخرين الرجاء البيضاوي اللي شفنا واحد التجانس عجبني وسط الميدان ديال الرجاء معليش هذا الكرة عاد مذكور شو مذكور شو مذكور اش كيدير اش كيدير ميبول 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 شوف الرجاوي هنايا هات اش كيدير اش كيدير اش كيدير اش كيدير لا إله إلا الله خويا لا إله إلا الله هذا خويا إذا بقى لعب شي واحد لك مدراو إذا بقى لعب شي واحد كيهضر عليه السلام عليكم بداو يحسن منه حنا كنشوفو زريده شوف زريده هنا الباس لي زوين ثلاثه زريده اعتقدنا اليوم بدا كاين كصانع لعب شويه انا كره عند بوزوق بوزوق اللي غادي يقوم ب شوف تبارك الله السونتراج كيدير الحدراف ما كاينش الحدراف ما كاينش هنايا كيف ما قلت لاحد ما عجبنيش انا حدراف حدراف لا يا لي خبارق الرجاء البيضاوي انا غنشوف عاوتاني هنا اهولو اللي غيتلقى ورقه صفراء اهولو تبارك الله اللي وسط الميدان اكثر من رائع انا عجبني اليوم السيز بمعنى الكلمه تفرج فيه مزيان وحدا يشوف هاد السيد هذا فنان فهمتيني هنا فوت تكنيك لحد اللعاب ديال الحسن الشعقادي كان غادي ماركي حنا غنحاولوا نشوفوا لقطه اخرى تبارك الله لا اهولو تبارك الله عليه تبارك الله عليه تبارك الله عليه حنا غنشوفوا لقطات اخرين هنا ما كاينش ضربه جزاء لعاب الحسن الشعقادي غادي يحيد بالراس عادي جدا غنشوفوا هنا الركنيه شوفونا هذه الطريقه ديال اللي ولا كيلعبوا بهم لي كورنر زوينين بزاف الباس اند سونتراج هنا ما كايناش ضربه جزاء بتاتا الواحد عطيو حقه فوالا هنا نشوفوا هنا كره وسط الميدان هنا كره عند لاعب حسن ليش اكادير غدا غتمشي عند الصبار اللي قام مقابله زوينه الصبار كيشونجي واحد الكواري يا سلام هنا بوزو ما عرفش كيفاش يتوغل مي هجمه عاديه هنا نشوفوا كره حسن ليش اكادير اللي جمع ما بغيش يلعب كره باغي غير نقطه هنا الهدهودي اللي قام مقابله جد رائعه هنا تبارك الله على الهدهودي تبارك الله وقف زوينه خدا لافوت ديالو اليوم نهار نهارنا نهزو علامنا نكملوا المقابله هنا كره عند حدراف حدراف هنايا هنا نشوفوا الكره هذه حدراف اللي ما كانش في المستوى حدراف فاشاش هنا الطريقه ديال الكورنر اللي قلت لكم ما عندناش اللي غير ماركي بالراس هنا اهولوق اللي كيضيع هدف محقق اهولوق اللي خصنا نخدموا عليه على الراس والكرات اللي كيرجعوا من المدافعين دوزيام بالون خصو يولي ماركي علينا هادشي خصنا نترينو ليه الخدمه زريده صبار طريقه رائعه ديال اللعب هاي كيف ما كتشوفوا هنايا تبارك الله عليه هنا غنمشيو نشوفو هنا غنمشيو نشوف لقطه اخرى عاوتاني هنا كره عند هنا الهدهودي عندنا في الصوره مذكور للاعب فاشل جدا ما نبقاش داوي عليه مذكور هادشي ساهل هنا ماي لا يليق فريق الرجاء البيضاوي البونتوج هنا تبارك الله شو اهولو كيفاش قطع الكره قطع الصبار الصبار اللي ما اللي هنا هنا الصبار كي جاتني الكره ما فهمتش نمشي هنايا عاوتاني كره عند المقدم اللي قام مقابله فهمتي حسنه رائعه هنا كره عند حدراف اللي ما عطاش شي اضافه هنا الصبار حدراف هنا ترابطات هنا النهيري هنا كره عند بالمقدم هنا كنشوف هنا التيكي تاكا الرجاويه هنا خلينا نتفرجوا في التيكي تاكا هنا كتجي عند الزرق هذا كتفش كتجي عند مذكور كتفش هنا كيف ما كتشوفوا شو اهولو هنا كيفاش من دي بلاصي تبارك الله عليه كره عند بالمقدم هنا كره عند الهدهودي كنشوفوا ان الرجا كاين واحد طريقه ديال اللعب اللي رجعات الهويه ديال فريق الرجاء البيضاوي شفنا فريق الرجاء البيضاوي كيفاش واقف في التيران كيفاش الترابطات كاينه هادشي ما كانش في الديبار كنشوفوا واحد طاكتي فهمتي ولا لا مي هنا لي كونترول على حساب اللعابه هنا غنمشيو نشوفوا هجمه اخرى حيت هنا ما يمكنش هنا كورة عاوتاني عند بناء من وراء هنا اهولو الطريقة اللي كيشد بها كورة شوف الطريقة اللي كيخشي بها الباس حدراف ناقص شنو نديرو ليه هنايا حنا خينا الباس زوين هنايا خص صبار اللي أكثر من رائع تا هو يا صبار هنا هنا زريدة خلينا الصبار علاش غتسابق بها هنايا ما فهمتش هنا كورة فريق حسن أكادير اللي زيرو هجمة حسن أكادير اللي مكلاسي دوزيام ولا تروازيام فاشل جدا هنا كو هنا بانون اللي جا تفرج فريق الرجاء البيضاوي هو الابن ديالو على ما اظن
ود الفريق هنايا عندنا المدرب المدير الكبير اللي جاب دابا حاليا نقطة من المحمدية، 3 بوان من مجموعة ليجيلي و 3 بوان في كازا، وجاب 3 بوان دابا ما تحسنيش أكادير. شي هرقاوة ما فهموهاش في كومونتير، ماشي راجاويين، هرقاوة نقول هرقاوة ماشي راجاويين، كيتفرجوا وجا دار كومونتير قال لك صاحبي ماشي 3 بوان صاحبي، حنا كندوه المدرب باش نحسبوا ليه، حنا عارفين حنا دور المجموعة الدرب طيح مكيناش 3 بوان، دور التمهيدي مفيش لهاد النقط، فهمتيني؟ في إياب في ذهاب وإياب. حنا كنحسبوا المدرب النقاط اللي جاب حتى بعيد على كل شيء سير الله يسهل له. هنا الصدام بين اهولو و سي ميخي ديالنا اللي مذكور عايب يلعب في الراجا، والله تاع عايب يلعب في الراجا اقسم لك بالله. هنا يا ركنية هذا الفريق الرجاء البيضاوي دقيقة 40 غيهز الصبار. هنايا اللي صراحه انا ما كنستغلوش الركنيه، ما كنستغلوش كرات ثابته، هذا مشكل عندنا حنا في فريق الرجاء البيضاوي. هنا كيف ما كتشوف كره عندنا بوزوغ هنايا كيسدد تسديده رائعه، قلت لكم بوزوغ كان كان محرك مزيان. هنا غنشوف عاوتاني كره سباس بارك كونترول اكشن رائع ولكن كنضيع علينا. هنا غنحاولوا نشوفوا عاوتاني هجمه، هنا كيف ما كتشوف حسين اكادير راجع لورا ما باغيش يلعب كره، حسنيش اكادير باكي داك مدرب معروف انه كيلعب الوراء ما كيلعبش كره، الكره على البوزوغ اللي كان غيدخل بالون زوينه هنا قهرب اكثر من رائعه. رجع لي يا خويا الباس، هنا نشوفو هنا الباس اللي غادي ياخذو اهولو، شو اهولو تبارك الله شو اهولو، يا سلام تفرج لما تفرجيش انا نوريك، شوف 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 هذا التيران فهمتيني، راه خاصنا غير الاطاك يكون مزيان. دعينا الله اللجنه التقنيه اللي صمصروا فينا وما جابوش لنا لعابه اللي يكونوا في الكرون كرون كرون فورما. هنا كيف ما كتشوف هنا غنحاولوا نمشيو نشوفوا محاوله اخرى عاوتاني، هنا الصبار اللي غادي يقوم بركنيه. هنايا جمهور المقاله الحمد لله جبنا 3 نقاط قبل الديربي اللي غتخلينا ندخلوا تايقين. هنا الكره عند ماي اللي ما كينفعناش بالراس بتاتا، اذا انت علاش تسعود علاش راس حربه راس هربه تبني ما تماركيش بالراس، علاش السي محمد باغي كنايا تشوف هنايا ما كيماركي لا بالراس لا بالرجل، لا ما كندوش تقول شي العام اللي فات الدوليه على دابا السي محمد شحال لعاب جا حوج بلاد مليار ديال الراجا تلف، شحال لعاب كيكون في الفورما كيجي الراجا كيتلف لعاب، واش ناقص انا مابقاش نفكر في العام اللي فاش كان مزيان، ناقص غيجلس خشبه شوفوا خابوا من جديده. هادشي اللي كاين بالتيك اول كره بالتيك انا اللي عجبني صراحه، هاد اللعاب هذا اللي مريح ما فهمتوش انا كيفاش مريح هاد اللعاب هذا يريح اريان كوتش، انا ما فهمتش انا ما فهمتش انا 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 حاليا ما فهمتش، قال لكم بنزرتي ما عجبنيش بالتيك ما فهمتش، كنسول على بولكسوت اللي ما عرفتوش هو فين كاين، اين بولكسوت؟ شي واحد يجاوبني في كومونتير يقول لي فين هو بولكسوت، بولكسوت بغيت نشوفو حتى هو ما كاينش، واش مبليسي يقولوا علينا ما عرفتش. ما هو الراجل المقابله هنا كيتصاب ورقه صفراء هنايا ما عطاش لينا مسوا حكم حداه، ما فهمتش هنايا كان هنا الجهه يقدر يموت لينا هنايا، توقف ليه القلب يقدر يصاد لسانه في اي لقطه، هنا ورقه صفراء. هنا كيف ما كتشوف اللاعب اللي ضرب اهولو هنا جمهور المكانه ولينا كنشوفوا دراري صغار بزاف في المكانه هادشي مابقاش كيعجبني انا، كنتمنى مسؤولين ديال الفيراج يشوفوا القضيه ديال الدراري الصغار اللي ولاو، حيت هادشي راه خطر، ما عندكش لاكارد ما عندكش حق تمشي تيران، هادشي اللي كاين. هنا اهولو اللي غادي نشوفو غادي يرجع للتيران تبارك الله عليه. هنا كورة قاعد الهدهودي الهدهودي على الصبار صراحه اليوم ما تفرجتش في الرجاء مي كانوا خاصتي الاهداف، لان هاد الفريق اللي ما باغيش يلعب، حنا ما كناش باقي حنا كنقلبوا على اللي وصلنا فريق اللي مكلاسي هو الدوزيام ماشي باش يلعب كره. هنا فاش ولا الناهيري اريان دروا واريان كوش بنتيك صراحه شفنا الرجاء شفناهم طالعين تبارك الله عليهم. هنا ماي اللي ما عاوناش بزاف، هنا اهولو هنا الطريقه اللي غير جاب اهولو كوره، شوف هي هنا 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 ما يمكنش ما يمكنش باش تشوف لعاب انه كان في لاطاك سيس ويبقى راجع بلعاب بحال هكذا ويقطع كوره وعنده صفراء افيرتيسمو بروميير ميتا وما ياخذش لك حمراء احسن من العرجون بألف درجه. اهولو انا اليوم صراحه تمتع بيه، هنا كوره الصبار شوف كواري اللي كيخشي الصبار كيديري، لاحظ لي الصبار لاعب اللي رائع جدا الصبار باش غياخد كورة، شو النظرة ديال التيرة، شو يا سلام هنا زريدة، زريدة اللي كان محرك مزيان،
زريده اللي كان مبرزط الادفيرسير ديالنا، زريده اللي لعب اليوم صانع العاب وكان في المستوى، كان في التاكتيك ديال المونديال، كنا كان خاصنا هذه اللمسه. شي واحد كيقول لك زريده ما كتفهمش في الكوره، نهار تفهم في الكوره غتعرف زريده كيدير. هادشي اللي كاين انا ما عندي ما كنشكرش زريده، كندوي على الدور اللي قام به. هنا بوسوق اللي كان محرك واحد شويه، هنا باز زوين، هنا يا زريده غيتحصل على ركنيه، هنا بنتيك لا ريرغوش خنقه ديال بصح، الله يعطيه الصحه. غنمشيو دابا نشوفو الدوزيام ميتا كيف ما كتعرفوا. دابا غنمشيو للدوزيام ميتا، دقيقه 54 اللي غادي تكون مقابله ديال الدوزيام ميتا رائعه جدا. هنا كره عند ناهيري، هنا الراجع فين تقادش، هنا فين شفنا الراجع، هنا شوف هنا الطريقه ديال البناء، انتشار جيد. مونديال كبير صراحه، هنا كيبان ان عنده طاكتي، مدرب عنده طاكتي كيعرف كيفاش يوظف اللعابه. راهو فين واقف هنايا الهبطي اللي كان ما كاينش في المقابله، شونجمون ناقص بزاف، كيبقى شاد بالون. هنا كره عند سبار، انتشار جيد، هولو في بلاصتو، كره كنخشيوها في الانترفال، زريده كيعطينا تجانس، هنا بنتيك اللي كيدير التوغل زوين. صراحه لاعب رائع، كابيتان كان في الطاس، كان مظلوم. علاش ما كانش كيلعب هاد اللعاب هذا؟ انا ما عنديش جواب. السلام عليكم. ما عندوش جواب يعطيه ليا على بنتيك علاش ما كانش كيلعب. هنايا اللي مطالب بضربه جزاء، ضربه جزاء لا غبار عنها هنايا. هاي غنشوفو هنايا تشيك، بنتيك اللي دار توغل زوين، ما غادي نشوفو. هاي هنا لعاب هنا حال ايدي، هاي هنا شوفو هنا شيا ضربه جزاء لا غبار عنها. الفار هنا ما كيدخلش، هاي كيف ما كتشوف اللقطه، بينالتي عين بين، ضربه جزاء باينه حال ايدو. السلام عليكم. عرفتي علاش؟ حيت كانت غتجي عند زريده، وانت منع شي كره بايدك، حيت كانت غتجي عند زريده. ما عرفتش هاد الحالات هادو، تقدر يكون ضربه جزاء، تقدر ما تكونش ضربه جزاء. الراي ديالي كنقول ضربه جزاء، الراي ديالك خلي لي في كومونتير، حيت كيف ما عارف التحكيم بيكونوا فيه اراء بزاف، فهمتي ولا لا؟ هنا غنمشيو نشوفو لقطه اخرى. لا كره كاين الاستحواذ على فريق الرجاء البيضاوي، اكادير ما جايش تلعب كره، اكادير راجع اللور، الراجل اللي كتحاول، الراجل اللي كتلعب، الراجل اللي حال اللعب. تبارك الله شونج دو بال كيدير، ولكن السير هابطي. فين هو الهبط؟ فين هو الهبط؟ هنا الهبط، شو الهبط هنا؟ هنا صراحه اللقطه الوحيده اللي دار الهبط هي هذه، اللقطه الوحيده اللي دار الهبط هي هذه. استرجاع الكرة طريقة جيدة، ولكن كنعرفو ناخدو كرة الاستحواذ ديالنا، شونج دو بار ولا عاجبني بزاف كيفاش كنشونجيو الكواري، ولكن الهبطي هنا مكانش في الفورمة. هنا كيف ما كتشوف غادي نشوفو هاد المحاولات اللي جايين، هنايا تسديدة ولكن ضربت في اللاعب ديال الحسين شعقادير. ما عندناش اللي كيضرب خارج كاريا، العالم اللي كيتفرجو فيا دابا الناس كيفهمو في الكرة، ما عندناش اللي كيضرب خارج كاري اللي غادي يعطينا شي هدف من خارج مربع العمليات. هنايا غادي نشوفو هنا كراكاج ديال حسن شعقادير، هنايا دي بلاسمون محترم ليهم، حنا مشكورين على هاد دي بلاسمون، كنلقاو شويه التنافسيه، ماشي الراجل والراجل اللي كيدي بلاصه كيدي بلاصه. المهم حنا كيوتيوبرز وداكشي خاصناش نديرو العداوات، خاص الامور كامله تمشي مزيانه. داكشي ديال الفيراج خليو الفيراج، المهم حنا تكون العلاقه وخاويه. هنا كيف ما كتشوف هنايا، هنا فين كاينه ورقه حمراء، ورقه حمراء لا غبار عنها الصاب، بلا مابقاو داويين بزاف. ورينا اللقطه، هنا اسمح لي هنا غادي نمشيو للقطه، انا غنوريكم انا ضربه الجزاء فين كاينه. هنا غنوريك هنايا الخطا فين كاينه، هنا هذه ورقة حمراء زائد شنو هو؟ زائد مجلس تعذيبي، خصك توقف. راك شي غتقتلو، راه صباط لي كرونبو كاملين حديد، راك شي غتقتلو نتايا هنايا، راه غتقتلو نتا ولا مات، راه تما من كيبو، راه تغيبو. وبقى محكر على الضربة، اصاحبي، هنا بقى محكر على الضربة. هاهي شو حشومة 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 حشومة. شوفوا بحال هاد الاخلاق اللي كاينه في كره القدم.
ما عرفتش هنا ورقه حمراء مستحقه. هنا 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 واش نجيو هنا الى فوت وبقى شاد لينا كره برسلو. شوف هنا اللاعب هنا خاطئ الفريق الرجاء البيضاوي. شوف كيعجبني هنايا لا يمكن. شفنا شي اليوم شفنا ماتش فيه تلاحمات فيه بزاف ديال الحوايج كان معروف انه ماتش غادي يكون بحال هكذا. الرجاء باغي تربح اكادير باغي تلعب على كلاسمون مزيان وهادشي اللي كان عطانا مقابله شيخه. هنا كيف ما كتشوف هنا كره هنا كره عند فريق الرجاء البيضاوي اللي كيبني من الخلف. هنا هاد هودي شفنا هو بالمقدم تجانس كره ياخذ الناهيري. شو الناهيري فين ولا كيطلع؟ لا كتشوف المدرب باللي عارف اش كيدير فهمتي ولا لا. ملي كتشوف واحد التاكتيك شو اللعابه شو انتشار ملي كيشد السبار شو اللعابات يشد زريده شو بالمقدم فين طالع ياخذ الزريده في الانترفال غيعطيها لهنايا بجديده وكيف بجديده كيضيعها. كاين شي لعابه اللي باقيين كيعجنوا في الكره استرجاع هذا البالون ولي انا عجبني كيفاش كنرجعوا كره ولا كنرجعوا كره بهذه الطريقه اللي سريعه بزاف. هنا غنحاول نشوف واش يعني كره الاهولوق اللي تبارك الله عليه ما عندي ما نقول. شوف هنا شوف اهولو اهولو يا سلام. شوف لي اللقطه شوف اللقطه ديال السيس هذا السيس شوف روميز واو 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 خطير جدا والله حتى خطير. مزيان انا ما فهمتش هاد الكره هادي اللي غادي يشفرها اللاعب ديال الحسن اكيد ما عرفتش اش بغيتي دير. انا ما فهمتش علاش ما بغيتي دير بهاد اللقطه هادي زريده راه انت اللي ما فهمناكش. ما كره غتمشي عند اللاعب ديال الحسن اكادير هنا 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 شو اهولو اهولو قطع الكره الاولى شو كيفاش غيقطعها عاوتاني اهولو جري ليا ما اهولو 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 رائع جدا وكيطلق دغيا كيطلع الكره معليش. هنا كرة ماي 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 ما عرفتش انا ماي هنايا لا توج ديالنا وغادي يعطيه ليهم هنايا تات. واش هنا كاينه فيها ضربه وهنا فيها خطا؟ انا قلت لك بزاف اليوم غنحلوا الماتش غنمشيو مع ايطاب بار ايطاب تعطيه هنايا خطا وصفراء هنا ما فيها والو عادي 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 جدا. هنا غنمشيو كرة عند هنا كبدير هنايا اهولو تفعيل بلاصه كتلقى اهولو تبارك الله عليه. نص صبار باش كيعجبني انا اهولو كيقطع صبار اهولو كيقطع اهولو كيقطع صبار كيشد كيطلق دغيا واعر 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 صبار ما تعجبني بالله. هنا خابه خابه هنا خابه علاش ما تعطيهاش لهذا علاش تعطيهاش بنتي كيدخل دخلتي هنا صعيبه وهادشي ديال المرض لا شي وحدين ما فهمتش. هنا السيزو الله يحسن العوان نشوفو هنا لقطات اخرين. هنا اهولو فين كدور كتلقى اهولو السيد راه بزاف هذا فيما دوز فيما الدور لقات اهولو هذا ما كيتفاكش ما كيتفاكش جن داخل. هنا كيف ما كتشوف واحد البريسينغ اللي ولا كنشوفو هنا شو كونترول كيدير شو كونترول كيدير رجع ليا اللقطة شو كونترول شو 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 شو, شو. يا سلام غياخد خطا ديالو والله تا هو عرف اهولو. انا قلت لكم بالنسبة ليا نجم مقابلة سلام عليكم. شوف 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 شو. واعر 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 بزاف اهولو تبارك الله عليه 90 دقيقة كاش باغا ترجي والاهلي والزمالك والمولوديه فرق كبار في الافريق كانوا باغين. خابه هنا تا خابه اش باغي دير. هنا نشوف هنايا كره اللي عجبني بنقدم تبارك الله عليه. هنا عاوتاني شوف شوف بنتيك شوف واش دابا بنتيك بنتيك نجم مقابل نجم الشوط الثاني بنتيك نجم الشوط الثاني اهولو نجم المقابل نجم مقابل اهولو تابعوا الصبار تابعوا بنتيك. سلام عليكم ثلاثه اللعابه اللي كانوا يا سلام ما ندوش على المجموعه كامله اللي داروا ماتش زوين. التشكيله ديال دوزاميطا كانت رائعه جدا الكرينطا شفنا هادشي الحمد لله. كيف ما كتشوف بنتيك شوف فين كيطلع انا باش عجبني بنتيك انه كيطلع كيطلع كيعاون في لاطاك اهولو هنا كره اهولو اهولو عاوتاني اهولو بالراس كاينه اهولو 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 جديده بقولك السيزوات بقولك السيزوات هنايا غنشوفو هنا اهولو هنايا اللي اهولو واحد القضيه خصو يخدم عليها غادي يكون لعاب واعر بزاف. دوزيام بال اللي كترجع من الديفونس لادفيرسير خصو هو اللي يضرب البوط بحال هادي هنا اهولو هنا خصها تلصق في كل لحظه هادي عنده هنا عنده واحد الخطا كبير هنا خصو يخدم على هاد القضيه هادي. كيف ما كتشوف هنا غندوزو لقطات اخرين هنا غنشوفو دقيقة 85 هنا سوق ديال بالمقدم اللي تبارك الله عليه دار مقابلة جد رائعة
شو انا بنتيك شو بنتيك شو بنتيك شو بنتيك 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 الله يرضي عليك الله يرضي عليك اخويا والله يسمح لي ظلموك شو بنتيك هاوجيني والله حتى اليوم حرك 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 هذاك لاريير غوش هنا اللي ما فهمت انا ضرب البوطو هنا 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 علاش 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 هنا من من ما انا اربيك ما توقفش بالو هنا ما توقفش بالو لعب هنا كان عليه بنتيك يضرب البوط هنا هنا شديتيها هنا عرفتي علاش حيت الاربيت ما سيفلاش ما كانش ليه بتقطيع مي الاخلاق الاخلاق هي الاولى دقيقة 92 خابة هنا كورة عند اهولو اهولو غير كان بنتي بنتي كدير الدخلة اللي غادي شو شو تبارك الله شو تبارك الله شو تبارك الله ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء هنا ملي الشأنة عرفت شنو فينا شو هادي اللي غنديرو على التحليل وهادي اللي كيتسنى فيها بنادم كيتفرج حتى الاخر هادي اللي غنتفرجو فيها هنايا كيف ما كتشوف بنتي هنا 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 من هاد الزاوية على الخط شاب هنا على الخط ياك انا غندوزو لها لقطه اخرى غندوزو لها لقطه اخرى وهنا اخويا حبيبي هنا حبيبي هنا هيا هيا صاحبي هيا 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 فين تضرب هذا هنا فين هنا فين اللاعب حسين شاقي ديال الداخل وهنا فين هنا نسى الكره شوف لي فين ضربنا هنا هنا هاي الضربه وصل كاري فهمتيني ولا لا هاي على الخط بينالتي قانون جديد معروف على الخط بينالتي السلام عليكم وغنشوفو من كاع البلايص مرحبا بك اخويا بغيتي تشوف معنا اللقطة هنا غادي نشوفو هنايا الحالة استا انا سوفيتي انا سوفيتي على انه عامل فريق انه كنطالبو غير بحقنا هنا باغيين غير حقنا هنايا حنا باغيين ديالنا سير شوف غير الفار حنا خصنا نشوف غير الفار هنايا هنا قاية قاية غنشوفو من الزاوية اخرى قاية بنتي قوالبي دخل ملي بغا يضربو الاخر دخل الكاري شوف فين ضربو هاي على الكاري على الكاري على الكاري بين 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 هاي 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 باين على الخط قولبك تشكى عليك لعب حريفي قولبك وجه بيناتي اصلك شي تدخلك الكاري طاح لك في الكاري السلام عليكم قوالبي بزاف خصك تكون انتيليجي باش تفهم هاد اللقطة هادي هادشي اللي كاين هنا اربعه هاي ها بلاش هنا اخي هنا الضربه الكره هنا الضربه رجل البنت شيك فين كاينه لداخل وفين ضربو لداخل احتكاك فين كاين الخط احتكاك فين كاين لداخل بينالتي 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 سالينا لا غبار عنها قول ابن اكادير الصحه والراحه هادشي اللي كاين بعد رؤية الفار يقر بضربة جزاء يقر بضربة جزاء باللحظة الأخيرة من أول المباراة فرح الرجاء وقبل الديربي كاش خاصة نطروا البوا باكيتا خويا بعدنا ما نديرو لك الرجاء دي تعلم تقرا السطر الأخير على تمشي من كازا هادشي اللي كاين الناهين غنشوفو الناهين الناهين أخويا عطينا الهدف على الناهين يلا هلا 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 على الناهين يلا هلا هلا لحظة الحيد العكس مهمة بعد الماتش كرة المقابلة كرة المقابلة فرح فرح ما راسك فرح فرحة هستيريا كبيرة كبيرة روا بوان نقية زوينة قبل الديربي مباراة يشكوك فيها في الفرصة الأخيرة هي المدير الكبير اللي سير المقابلة والتغييرات كانوا في المستوى صراحة مدير كبير اللي كان في المستوى وسير المقابلة نعرف دوزيام ميطاق اللي كان ما فيش هادشي اللي كان الرجاويين جبنا ثلاثة نقاط اللي غاتخلي عندنا ست نقاط غنطلعوا السلم الترتيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهادشي اللي كاين وشاء وكنتمنى تضربوا لينا الديربي فهمتيني ولا لا الديربي 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 اخويا فهمتيني ولا لا بغينا الديربي جيبوا لنا ثلاثه النقاط في الديربي باش خلينا نضربوا الوداد تولي عندنا تسعه النقاط وهما راه عندهم شحال عندهم عندهم شي 11 نقطه بقى فرق جوج نقاط بقى فرق جوج نقاط ونبقاو منافسين على البطوله هادشي اللي كاين ان شاء الله الديربي غادي نربحوه
وانا متاكد بهاد الكرينتا وهاد اللعب والتجانس اللي ولي عندنا والجمهور اللي صفر ونا ود الروينه والغواج وهادي راه جيبوا ثلاثه النقاط ضد الوداد ونضربوهم. كون اكيد انا حاسس غادي نضربوهم في الديربي وغنضربوهم وغادي نتقاتلوا. وتحيه للعابه كاملين داروا مقابله رائعه ومدير كبير لعب كيفاش سير المقابله والجمهور اللي بقى كيشجع حتى الدقيقه 95 وديما حنا السطر الاخير كنقرر نوعيه فرق. هادشي اللي كاين مبروك علينا قدر الباع هذا اللي بغيتو زندير لنا انستغرام مرحبا نحط عليكم وديما راجل.